اتكلمنا عن أهمية التغذية السليمة للأطفال هي. ولا تعطي الدنيا سلامة، لازم نتكلم أكثر لأن بدانة الأطفال مشكلة عالمية. تخيل إنه في حلول عام 2025 بصير عنا 70 مليون طفل يعانون من البدانة المفرطة حول العالم، وإحنا يا سلامة في قلب المشكلة. بآخر دراسة من منظمة الصحة العالمية، البدانة خطر يهدد 24.5% من الأطفال الإمارات. وإنت عارف شو الأسباب صح؟ هي أسلوب الحياة القائم على قلة الحركة وكثرة تناول الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بدهون وسكريات. الحل يا سلام يبدأ من الولادة للطفل، لأن الدراسات أكدت أن الرضاعة الطبيعية لطفلك لغاية 6 أشهر من عمره مهمة جداً لحمايته من البدانة في وقت لاحق. وبعدها دورك يا سلام كأم هو أنك تنتبهي على نوعية وكمية أكل طفلك، فهو يحتاج إلى 1000 سعرة حرارية يومياً بعد عمر السنتين، وكل سنة يزيد 100 سعرة حرارية. الوزن الزائد للأطفال يسبب لهم وايد مشاكل صحية لاحقاً، من أمراض قلب إلى سكري إلى هشاشة عظام وغيرها من الأمراض. لازم تدارك الأمر في سن كتير مبكر. عساكم دوم صحة وسعادة.